بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: من كرمت عليه نفسه، في كلماته القصار صلوات الله وسلامه عليه، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات، وإذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها تذلك، ودواء النفس الصوم عن الهوى والحمية عن لذات الدنيا. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات. يمكن أن نفسر هذه الفقرة بتفسير وسيع، يمكن أن تكون ناظرة إلى عالم الآخرة كما أنها ناظرة إلى عالم الدنيا. يعني النظر إلى عالم الآخرة كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول أن أعز ما يملكه الإنسان هو نفسه، وليس من العاقل لأجل الدنيا الفانية القصيرة أن الإنسان يتكالب عليها، على الدنيا، ويضحي بنفسه. يعني تكون هذه الفقرة شبيهة بفقرة إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها، أو من قبيل فقرة الله الله في نهج البلاغة أيضا: في أعز الأنفس عليكم. فالمؤمن العاقل لا يضحي بنفسه العزيزة في لأجل الدنيا الفانية، بل دائما يضع أمامه ذلك اليوم العسير ووضع الكتاب، أي دائما أمامه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دائما أمام يعيش، وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لمن يضع هذا أمامه، الدنيا حينئذ لا تساوي عنده جناح ذبابة أو بعوضة. المؤمن دائما أمام هذه الصورة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الصورة هي دائما موجودة أمام المؤمن، لا تغيب عنه، فلا يكترث بالدنيا. أمام دائما الصورة الأخرى، يجعل الولدان شيبا، أو الصورة الأخرى التي تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو الصورة الأخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هكذا ينبغي للمؤمن. ولذلك نرى أن كبارنا لا يكترثون بالدنيا، قد تقبل عليهم الدنيا بس مع ذلك هو ما يعير أهمية لها. الشيخ الأنصاري كما نعرف وذكرنا غير مرة، تدفع عليه أموال لا من الحقوق الشرعية، يشتري بيت لا يهتم، شنو ما عنده يعني رغبات مثل ما احنا عندنا رغبات، او قل لا ريض نفسه بشكل تكون رغباته بيده، لا انه هو بيد رغباته. يشتري له مسجد، هو هذا المسجد المعروف، الا هنيئا له. أو مثل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قضى حياته بيت ما كان أكو عنده. سمعت أنا ذلك الزمن أنه قدم إليه مال، تعال اشتري بيت زيني، بيت زيني كان قريب من البيت الذي يسكن فيه في محلة العمارة. هذا البيت الذي كان يسكن فيه وقف أجار كان، لا بيت زيني قريب منه، تبرع أنه تعال هذا بيته. على أي حال لم يرضخ، لم يرضخ لرغبات نفسه. يقول لك شو أسوي بيها؟ هو هم كان يقول أنا والدي ما عمر. سيد حيدر والده رحمة الله عليه وهو صغير توفي، رباه أخوه، والدي ما عمر زايد، أخوي هم مات شنو، سيد إسماعيل رحمة الله عليه، أنا ما عمر. شنو الداعي علما؟ هاي لطيف ترى، يعني واحد يربي نفسه. السيد الخميني قدس الله روحه الشريف هم كذلك، هناك بالنجف بيت ما كان، اموال ايش قد بيده، بيت ما كان اكو، اجار كان قاعد بي. المقصود انا لا اريد ان احرض على هذا المعنى، تعالوا على انه خلي احنا همات، لا لا ليس هذا المقصود. الآن احنا صارت وضعيتنا، انا ارى على ان وضعيتنا كل واحد يكون اكو من الضروري عنده بيت، يعني يتبهذل اذا كان عنده بيت، مو مثل ذلك الزمان. ولكن المقصود انه لا يكترث بالدنيا، بيت الذي يقضي بحاجته كم يوم احنا في سفر، ونودع هذه الدنيا الفانية. روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. فالإمام مؤمن البعيد يشير إلى هذا المعنى، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات، أي لذائذ الدنيا. يبقى هو أمام ظلمة القبر وحساب القبر،
واحتمال الآخر لا، مقصود الإمام النظر إلى الدنيا، في عالم الدنيا، ما يريد يدخل عالم الآخرة. يعني في عالم الدنيا الذي يعيش، يعيش بشكل مستقيم مقبول اجتماعيا، ما يتصرف تصرفات وفق شهواته أو رغباته النفسية، وإن لم تكن محرمة، قد لا تكون محرمة، لا 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 لا، ليست حرامة، لكن مع ذلك هو يحاول على أنه يقف أمام شهواته. فالإنسان يرغب أن يكون له بيت وسيع على أحسن طراز، وربما يوم من الأيام يجي فرد واحد يهدي لي بيت، لكن مع ذلك أنا يكون ألاحظ حتى لو ما كان من الحقوق الشرعية. الحمد لله إحنا الآن وياكم كنا ما وصلنا إلى أجل، لكن هاي هم ترى نعمة، هم نعمة، ما وقعنا في مورد الامتحان، ما معلوم باكر عقب باكر إذا كبرنا وصارت إنا وجاهة أكثر لعله يجي فرد واحد يتبرع عنا وفتدري رغبات النفس. ماكو داعي إلى هذا الشيء، أن يكون عندي بيت أملكه على أحسن طراز، قد واحد يقول حلال هذا ما بيفرد شيء، عادي هو قاعد يطيني يا باشكو. يا أخي وين كان حلال؟ لكن أنا وياك ما يناسبنا هذا المعنى، والناس يقولوا هذا الشيخ الذي يحكي هالحكي وهذا وتاليها هو، فمن المناسب أنه لا 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 لا، بل فلتكن لك دار، لكن الدار المناسبة اللائقة الذي تقضي بها شغلتك. وهكذا لو فرض على أنه سيارة، وسيارة قد يحتاج الإنسان إلى سيارة، لكن سيارة مو لازم إلا سيارة على أحسن مدير، ماكو داعي، وإن كان هذا مباح، واحد أطاني سيفترض، مو أنه من الحقوق. مع ذلك أنا لابد ألاحظ هذه الأمور، هذه أمور غير لائقة، غير مناسبة لنا، فلتكن لي سيارة لكن سيارة بالشكل المناسب. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسي. فهي القضايا إحنا يكون نلاحظها حتى في دائرة المباحات، ننظر كيف نتصرف. المؤمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كرمت عليه نفسه، تنفسك نفس كريمة، ما له معنى تنجرف، هاي هانت عليه الشهوات، مو مهم إليه، يتركها يحافظ عليه، من على سمعته، سمعته هي أغلى من كل شيء. ورحم الله من جب الغيب عن نفسه، وقد قلنا فيما سبق أن طالب العلم يحتاج إلى سمعة جيدة، فلنحاول إذن أن نحافظ على سمعتنا، على سلوكنا من أي تصرف مشين، سواء كان من هذا القبيل أو من غير هذا القبيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.